ايه هي الفرصة اللي ضيعتيها وما تتكررش تاني او ما اتكررتش تاني يعني؟ اول ما طلعت من ستار اكاديمي كانت شركه اجنبيه كبيره جدا عرضت عليا ان انا امضي معاها ومش انا اللي ضيعتها، بس اداره اعمالي خدوا ديسيجن انه يمضوا مع روتانا، مع احترامي طبعا لروتانا. تمام. لونك المفضل وبرجك؟ لوني المفضل في اللبس البلاك، بحبه قوي الاسود، وبرج الحمل. انت حمل زيي؟ ايوه، عشان كده بنحب بعض قوي. اكتر اكله بتعرفي تطبخيها؟ مش تطبيخة خالص. وبتعرفيش تطبخي؟ يعني اومليت كده يعني، بلاش والله حرام عليكم كده، مفيش اي حاجه. اومليت نصيبي هيختفي دلوقتي. طيب اغنيه سمعتيها وكان نفسك تكون بتاعتك انت؟ لا، عمري ما سمعت حاجه وكان نفسي تكون بتاعتي. انا دايما بنبسط لما بسمع حاجه من غيري حلوه واقول الله حلوه قوي عليها، ما بقولش ان انا يا ريت تكون ليا. مش يعني كان نفسك يعني لو اماني غنيتها برضه قريبه من قلبك مثلا؟ تبقى تحفه برضه. لا، هو انا بعشق اغاني ذكرى الله يرحمها، وما كانش ينفع لان احنا مش في نفس الوقت يعني. إيه ولا العمر ولا كل حاجه. بحلم بلقاك مثلا. هنسمع بقى؟ طبعا. يلا بينا دلوقتي. نبدا من الجزء الثاني، بنقول صدقني وحشني بجد وروحي معاك والقلب حزين مشغول عليك في البعد وبستناك وانا دايبة حنين. صدقني وحشني وروحي معاك والقلب حزين مشغول عليك في البعد. مبتدأ دوت كوم.